كثير من الناس الليلة بيفتوا، ولو ما زال ابتعد عمارة تشقت ولا عين تورمت ولا كذا ما بيفتوا فيها، ولا عربية خسرت تلقى البوكسي فيه 10 أنفار، اخسر العشرة بطرفوا بجنبه يقعدوا يقول لك شوفوا له ميكانيكي، وده جاز كمان، ده من هبشو ده بوكسي جاز هبشو زايف وطرمبة وحاجات وبلاوي، يقول لك تقول لهم يا جماعة تعالوا شوفوا، يقول لك يا زول شغل ده معقد، داير ليه زول بيعرفه، عمارة تشقت يقول لك شوف لها مهندس، عيني تورمت ما بيمشي بتاع دروس، مشي دكتور بتاع عيون. لكن بما تذكر مسألة في الدين طوال بخشوا فيها، بل أحيانا يتكلمون في النوازل التي يتصبب فيها عرق وجبين العالم. العالم يقعد ويقرأ ويخاف ولما عرق ويجي هون يزعلون ولا يجي، تلقى بمزاج عين كذا يقول لك والله ظنها كذا غايته، ما في شيء ما في شيء. كيف؟ قال تعالى في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شي ما عندك في علم ما تفتي فيه، ولو انت شايفه بسيط، وقت دخل زول دخل المسجد وبعد الصلاة لقى في توبه نجاسة، ها صلاته كيف؟ هو ما قرأ المزار ولا عارف، يقول لك يا أخي والله غايته الشغلة دي، ما تقول غايته قول الله أعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم، إن من العلم، ده دليل على إنه الزول ده بخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى الله، إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم، ولو قلت 1000 مرة ما بضرك، يعني إلا بس يقولوا أي مسألة بيسألوها لهم بس بيجاوبها. عشان كده مرات تلقى الواحد يجيب له جواب انجره ساي ولا يفكر يجيبه، بعد شوية يبدأ يأصل له، بعد شوية يضل يزيد في الدين ويتعصب له وتبقى حزبية وأشياء كثيرة جدا. عشان كده انت خليك مع الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، يتعلم سألوك كل في مسألة ما عارفة قول الله أعلم، ولا بنمشي نسأل ليكن، بنمشي نشوف كذا كذا كذا. علماء كبار جبال يا أخي بيسألون واحد بيقول الله أعلم. ابن القيم ألف كتابا كاملا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين، لما تفتي كأنك توقع عن الله سبحانه وتعالى، ده أمر عظيم. إذا كان جبريل عليه السلام بينزل من السماء للأرض بآية في مسألة بس، إنت مسألة ومسألتين وثلاثة لا عندك دليل، لا عارف الحكم شنو ولا كيف تفتي، الموضوع خطير.